تمام. إذا حكينا في المعلومة الأولى يا أخوان اللي هي 3 متر زائد 3 متر يساوي 6 متر. طبعا احنا عذرا لتقطيع الفيديو، لكن منيح اللي قطع عشان ننزلوا حلقات احسن يا اخوان، لانه راح طبعا راح الحلقات ورا بعض كلها راح انزلها، مش راح اعطي مجال انه يكون في حلقه عن حلقه. طيب خلينا، لانه احنا قطع لها فما كنتش انا يعني عارف انه قطع. طيب حكينا 3 زائد 3 يساوي 3 اللي هي الفرق ما بين نقطة الصفر والهالة الأولى. 3 زائد 3 يساوي 3 اللي حكينا عنها، آسف هنا 3 يساوي 3 يساوي 3 متر. عشان أعرف إنه شغلي صحيح لازم هاي وهاي يساوي هاي نفس الإشي، يعني هاي 3 3 3 تمام. نسميها حرف ألف تمام، اللي هي 3 زائد 3 يساوي 6 متر. 6 متر هذا هو العمق يا اخوة، عمق الدفين ماشي، مش عمق الفراغ. فراغ ما بعطيك عمق نهائيا، لا بالأسياق ولا بالأجهزة ولا في أي شيء يذكر تمام. 6 متر هنا عمق الدفين، هاي المرحلة الأولى. سمينا طبعا الهالة هاي رقم 1، هالة رقم 2، هالة رقم 3 تمام. اذا الفرق يعني الهاله الاولى للهاله لرقم 1 لرقم 2 3 متر، 2 ل 3 3 متر، لازم 3 ل 4 اللي هو الدفين يساوي 3، هي الخطوه الاولى. خذوا لها سكرين شوتها عشان تظلها معلومه عندكم مرجعيه عشان تقدروا ترجعوها باي وقت تمام. 3 زائد 3 يساوي 6 متر اللي هو عمق الدفين. حددنا عمق الدفين، عرفنا العمق ايش هو بالضبط تمام بالنسبه لها. طيب إذا كان الفرق بين عندي مثلا هون 2 متر طبعا هاي علميا يا اخوان، انتوا جربوها عندكم، يعني انا ما بعطيكم بس المعلومات انه شغلة نظري بس، لا جربوها عندكم ممكن تزبط عندكم كمان وتكتشفوا انها هاي الطريقة الصحيحة 100%. ما في داعي لمغناطيسات ولا في داعي لأي شيء، بهاي الطريقة انا بقدر اعرف كل المعلومات اللي بدي اياها تمام. هسه راح نرجع هون نحكي 3 زائد 2، 3 متر زائد 2 متر يساوي 3 متر زائد 2 متر يساوي، هون الفرق راح يطلع لنا تمام، هون يساوي 2.5 تمام. 3 زائد 2 يساوي 2.5. شو يعني 2.5 متر؟ طبعا هون هاي راح اخذها بشكلين يا اخوان، راح اخذها بشكل عمق، هاي عمق ماشي، وهالة الاخيره تمام. يعني حطيت 3 زائد 2 لازم الهالة الثالثه هاي اللي هي قريبه من المعدن لا نقطة الصفر تكون 2.5 يا اخوان، لازم تكون 2.5 لنقطة الصفر. ليش اخذت 3 متر زائد 2 متر؟ كيف المعادلة بتصير بالنسبة للهالات الغير متساوية تمام؟ هاي المعادلة نسميها باء، 3 متر زائد 2 متر يساوي 5 متر تمام؟ نيجي هون 5 متر تقسيم 2 يساوي 2.5. هاي المعادلة اللي بنشتغلها على تحديد الدفين بالنسبة للهالات الغير متساوية. هسا راح تيجي تقول لي طب هيك صار الدفين أقرب، طب ليش الهالات مش متساوية في الدفين الأقرب من الدفين الأبعد؟ طبعا هون العمق عندي أنا 2.5 خلص انتهى، لازم أنزل 2.5 هون، لازم أبين معي المعدن تمام. ما راح اجمع هون اقول والله 3 زائد 2 يساوي 5، المفروض انزل هون 5 متر، او يكون بعد الهاله من هون الهاله الاخيره للدفين مثلا لنقطه الصفر لازم يكون مثلا 5 متر، لا راح يكون عندي هون 2.5 يا اخوان، وعمق الدفين 2.5 راح اخذها على الحالتين، هاي راح اخذها عمق زائد هاله تمام. هاي تحديد العمق بالنسبه للهالات الغير متساويه. الهالات الغير متساويه شو يعني يا اخوان؟ يعني الدفين قريب، يعني نيجي بنحكي اذا كان الدفين على سبيل المثال عندي نقطة صفر هون، هاي نقطة الصفر. الآن كل ما قرب الدفين راح تكون الهالة
كيف بدي اوضح لكم اياها. خذوا لي سكرين شوت من هاي، ناخذ سكرين شوت من هاي تمام عشان امحيهم هذول هسه. خذوا سكرين شوت يا اخوان عشان اشرح لكم شو كيف بتكون الهاله. سكرين شوت ضروري جدا عشان احدد لكم الهاله كيف بتكون بالضبط. تمام، اخذنا سكرين شوت، الان بدي امحيها كامله هاي عشان اقدر احدد هسه. طيب عندي على سبيل المثال، فنأخذ بالاحمر على سبيل المثال، عندي نقطه صفر هون ماشي. نقطه الصفر اذا كانت قريبه مثلا 2.5 متر بتكون بهذا الشكل يا اخوان تمام. بتكون هون عندي شمال جنوب شرق غرب اذا كانت قريبه تمام. نقطة الصفر إذا كانت أكثر مثلا من 3 4 5 متر، خلينا نحكي مثلا نقطة الصفر هون على 5 متر، هاي نقطة الصفر ماشي. الهالة تبعتها راح تكون دائرية بالشكل الصحيح، عشان هيك بتفرق معانا الهالة ماشي. يعني الهالة لما بتطلع، خلينا نحكي نقطة الصفر عندنا، هاي نقطة الصفر المتساوية المتساوية، هاي نقطة الصفر متساوية راح تطلع معي بالشكل ها الهالات تبعتها. اللي مش متساوية اللي هي هاي مش متساوية راح تطلع معي بالشكل هذا يا اخوان، وضحت؟ راح يكون معي بشكل بيضوي، القطب الشمالي القطب الجنوبي راح تطلع معي بشكل بيضوي، مش المتساوية اللي راح تكون معي بهذا الشكل، اللي راح اجمع 3 زائد 3 يساوي مثلا 3 وانزل 3 متر او انزل 6 متر اسف تمام. المش متساوية هاي الشكل هذا ماشي، اللي هو القطب الشمالي والقطب الجنوبي، خربط لي القياسات تبعت الهالات. يعني راح اخذ هاي الهالة لهاي الهالة، راح يختلف قياس هاي لهاي وهاي عن هاي هاي تمام. فراح اجي احط 3 زائد 2 يساوي تقسيم 2 يساوي 2.5، لازم يكون هاي الهالة هون هاي الهالة 2.5 تمام. نزولي الى الهدف 2.5. طبعا هاي هيك تحديد العمق، واتوقع ان شاء الله انه تحديد العمق وصلت المعلومه للجميع كيف تحديد العمق وتحديد الشغل هذا. الان اللي راح نشتغل عليه اللي هو تحديد البوابه تمام. راح نشتغل على تحديد البوابه. قلت لكم هذا الفيديو، الحلقات هاي اللي انتم بتشوفوها، هاي الحلقات الاخر مره انا بفحصها بحكيها بالطريقه النظريه ماشي. مفروض انه الجميع خلاص يعني عرف ايش الوضع تبعها. طورنا كثير في الفيديوهات يا اخواني، احنا نشرح عن الهاله وتحديد العمق والى اخره. طيب راح نشتغل على اخر طريقه ماشي، اللي هي تحديد البوابه. عندي الفراغ، فحصت الفراغ خيطته من كل الجهات، اعطاني 100% تمام، اعطاني شغل انه هون في عندي فراغ، وانه شكل الفراغ هو عباره عن معبد او مقبره او الى اخره. التحديد اللي حددناه وقلنا احنا كيف بنحدد انه هاي ايش هي بالضبط تمام. الان بعد ما خيطته وخلصت، ببعد عن الفراغ، خلي الفراغ على يميني ماشي. وتحديد الفراغ انا حددته خلاص، يعني رسمته على الارض وعرفت رسمته كيف جاي شكلها. الان ببعد عنها تمام، وبمشي بالاتجاه هذا، يعني ببعد عنها، بخليها بعيده عني تقريبا 50 سنتي، يعني ببعد عنها 50 سنتي متر تمام، وبمشي خليها على يميني وبمشي بالاتجاه هذا. لكن هسه كيف راح امشي؟ كيف راح امشي؟ طبعا هون راح احدد شغلتين هسه بنفس الشرح هذا، راح احدد شغلتين. الشغله الاولى اللي هي اني اعرف البوابه وين، والشغله الثانيه انه اذا في سرداب او ما في سرداب. الان بعد الاسياخ عن بعض، بعد الاسياخ راح نحكي في 30 سنتي، هالقد تمام، اللي هم هي مبينات على الشاشه اللي هم 30 سنتي. هذول كنا اول شيء 12 سنتي، هسه راح نبلش ب 30 سنتي يا اخوان. 30 سنتي شيء مهم، يعني راح اشتغل على هاله واشتغل على هاله، تردد قصير تردد طويل تمام. طب انا عندي معدن مثلا ماشي، عندي معدن، طب هذا ممكن يعني يعطيني على المعدن. هسه هون وانا برا الفراغ، وانا برا الفراغ لو اعطاني على المعدن بعرف انه اعطاني على المعدن تمام. لكن انا هسه بهي الحاله هاي بدي احدد بوابه فقط لا غير. يعني الفراغ، سيخ الفراغ عندي مهم جدا، اهم من سيخ المعدن، لكن بستخدم السيخين مع بعض. بمسك السيخين على 30 على 30 سنتي فرق بين السيخين، وبمشي بالاتجاه هذا يا اخوان تمام. نعتبر انه البوابه هون كويس ماشي، انا بالاتجاه هذا
ما اكدتش معي ولا تعكيسه، باخذ بالاتجاه هذا، طبعا بعيد عنها 50 سم زي ما حكينا، باخذ بالاتجاه هذا، ما اكدتش معي ولا شيء. الان وصلت لهي النقطه، وصلت لهي النقطه، شو راح يصير معي؟ تمام، في تحديد البوابه بالذات وصلت لهي النقطة. الآن السيخين أنا شغال فيهم ولا أكسوا معي طول الطريق، وأنا ما رايح بهذا الاتجاه ما أكسوش معي. الآن عندي البوابة، شو راح يعملوا السيخين؟ السيخ تردد القصير راح يروح باتجاه اليمين، وسيخ تردد الطويل راح يروح باتجاه الشمال، إذن انفراج بالأسياخ. تمام؟ بهذا الشكل نبين إن شاء الله، ما بعرف نبين ولا لا. تمام؟ بهذا الشكل يا أخوان، سيخ المعدن اللي هو التردد القصير راح ياخذ اقوى تردد، يعني هذا التردد الفراغ اقوى من التردد تبع البوابه. تمام، اذا راح ياخذ بالجهه اليمين، لان انا ماخذ الفراغ ما هو على يميني، اذا راح ياخذ بالجهه اليمين هذا راح يعكس معي هيك، والثاني راح يعكس معي بالشكل هذا. تمام، راح يصير انفراج بالاسياخ. شو باجي بسوي؟ باجي بحدد هذا الخط، بنزل الاسياخ مره ثانيه، ولكن اللحظه هاي مهمة جدا عشان اعرف اذا هاي بوابة ولا هي فرق بين صخرتين او شق بين صخرتين او الى اخره. بنزل الاسياخ برفعهم بنفس المسافة اللي حكينا عنها، لكن هالمرة هاي شوف هسه انا جسمي راح اورجيكم اياه. تمام، المرة هاي راح اقربهم على جسمي بهذا الشكل. خطوة بسيطة اقل من 20 سنتي، خطوة بسيطة بس بخطو عن الاكس اللي اعطاني اياه او انفراج الاسياخ، يعني بنزل الاسياخ بمشي خطوة بسيطة وبمسك الاسياخ وبقربهم من جسمي بهاي الطريقه يا اخوان. تمام، ما بخليهم ابعاد، لانه اذا بعاد انا طلعت من الفراغ وزبطش، طلعت من البوابه. بقربهم من جسمي وبمشي على اقل من مهلي، بمشي بخطوه بسيطه جدا على اقل من مهلي، واشوف الاسياخ اذا انفرجوا كمان مره. اذا انفرجوا كمان مره بحط خط ثاني هون، عندي هون بوابه. تمام، اذا انفرجوا كمان مره بعمل هيك وبقول هنا في بوابة عندي. تحديد البوابة سهل، أسهل من ما تتصوروا يا أخوان. هذا في حالة إنه كان الفراغ له بوابة، لكن في فراغ من هنا بكون مثلا البوابة مدخل تبعه من فوق. تمام، بيختلف التحديد، ماشي، بكون ما فيش عندك بوابة نهائي. إذا قلت ماشي بالأسياخ 30 سنتي، انفرجوا معي الأسياخ، نزلتهم قربتهم من جسمي وكملت، انفرجوا معي انفراج ثاني. تمام، حددت البوابة، سهلة مش صعبة، ما فيها تعقيد يا اخوان، ماشي. تحديد البوابة ما فيه تعقيد، نفس العملية طبعا، بظل الف حوالين الفراغ قبل ما اطلع البوابة، عرفتوا كيف؟ طيب، على اعتبار انه هي خلينا نظبط الحين، على اعتبار انه البوابة كانت معي بهذا الاتجاه. تمام؟ هاي البوابة تبعتها. طيب، كيف بدي اعرف انه هاي بوابة؟ هاي إذا كانت بوابة أم سرداب. هذا سؤال مهم جدا، كيف بدي أعرف إنه هاي بوابة ولا سرداب؟ يلا أعطونا بالتعليقات يا إخوان، كيف نعرف هاي بوابة ولا سرداب؟ خلينا نولع سيجارة ونعطونا بالتعليقات شو هي هاي بوابة ولا سرداب؟ كيف اقدر احدد اذا كانت سرداب او مش سرداب؟ مهمة، سهلة، ما فيها تعقيد، ما فيها الشغل اللي يعني يا اخوان الحكي اللي حكيته كله هذا بالشروحات هاي بالثلاث فيديوهات هذولا، والله يا اخوان يعني على ارض الواقع اذا احترفتوها والله العظيم اسهل ما تتصوروا، جدا سهلة. طيب، نشكر طبعا اللي اعطونا تعليقات. هسه رح نحكي اذا كانت بوابه ولا سرداب. طيب، حددت انا البوابه، فتحت معي من هون، انفرجت الاسياخ، انفرجت الاسياخ من هون، حددت البوابه، حطيت خطين. تذكروا التخيط اللي حكيناه بالنسبه للفراغ؟ رح نيجي نخيط من هون ومن هون ومن هون ومن هون ومن هون ومن هون. تمام؟ طول ما بيفتحوا معي الاسياخ ماشي، اذا في عندي سرداب. اذا من هون بطلت تفتح معي خلاص راحت هاي سكرت، اذا هاي بوابه خلاص انتهى بوابه. لكن اذا ظلت معي بهذا الشكل فانا في سرداب. تمام؟ راح اضلني اخيط فيها ماشي
واكتشف انها سرداب، بس ما بدي اكمل تخليطها كثير، ممكن السرداب يمد ل 100 متر، شو عرفنا؟ ممكن انه يمد ل 100 متر، ممكن 50 متر، 25 متر، الله اعلم. شو باجي بعمل؟ عشان أأكد إنه هذا سرداب ولا مش سرداب، كويس؟ باجي عكس العكس من هون، وببلش بهاي الطريقة، باخذ مثلا 5 متر، وببلش بهاي الطريقة بحددها انفراج 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 انفراج، بغض النظر هو هسا صار هسا جدي من هون العكس، تمام؟ راح يعطيني نفس الهاي، لكن من هون راح يكون سيخ الفراغ على شمالي والمعدن على يميني، ومن هون راح يكون المعدن رايح على الفراغ وسيخ الفراغ رايح بالسرداب، وهون بالعكس، تمام؟ لكن على الحالتين هو انفراج، على الحالتين هو انفراج، لكن السيخ صغير، السيخ صغير راح يشتغل معي مثل ما كان يشتغل سيخ الفراغ نفس العملية. طيب بضل ماشي معي، وصلت لهون مثلا زهقت، قلت والله يا اخوان السرداب طويل، طب كيف بدي اعرف اخره؟ تمام؟ شو بدي اعرف؟ كيف بدي اعرف اخر السرداب؟ نقطة مهمة جدا، وهاي في إلها حل بسيط أبسط من ما تتصوروا يا اخوان. تمام؟ حدد البوابة أنا، حدد عارف إنه هون في مدخل عندي. تمام؟ لكن في سرداب، السرداب هلكي، بدي اعرف وين اخره. بمسك السيخين. السيخين. 15 سنتي يا اخوان، هاي ال 15 سنتي، تمام؟ ليش 15 سنتي؟ لاني لسه بدي اشتغل على الفراغ. 15 سنتي ببلش من داخل السرداب، خلينا نحط اللون الاحمر، ببلش من داخل السرداب، من الداخل بضلني ماشي مع داخل السرداب بال 15 سنتي هذول اللي احنا مش شايفينهم الان. كيف ما بتجه معي السيخ، يعني حرف معي مثلا انا ماشي بالاسياخ هيك، حرفوا اشي بسيط بحرف معاهم، حرفوا على اليمين بحرف معاهم، كاني بمشي جوا السرداب لكن انا فوق الارض، تمام؟ كيف ما بحفر بحرف بحرفوا معي، انا بحرف معاهم هيك، راح هيك بروح معاهم هيك، راح هيك راح هيك، بضلني ماشي معهم لحد ما اوصل لنقطه النهايه، تمام؟ لحد ما أوصل لنقطة النهاية اللي هي بوابة السرداب، مهمة 100%، هذا في حالة وجود سرداب. هسه هون شو رح يعمل معي السيخ؟ رح يعمل معي بشكل، احنا بنحكي بشكل نظري، طبعا رح أسوي لكم عملي إن شاء الله، لكن احنا بنحكي بشكل نظري. شو رح يعمل عندي هون السيخ؟ ماشي، لما بوصل هاي النقطة اللي هي البوابة اللي هي التسكيرة النهائية اللي طلعوا منها، حطوا دفينهم، حطوا مقبرتهم إلى آخره، وطلعوا من هون يا أخوان، تمام؟ أو دخلوا من هون وطلعوا من هون من روزنا أو من تهوية إلى آخره، لكن هون في عندي منطقة ضعيفة للشغل، تمام؟ الأسياخ في النقطة هاي راح يعملوا معي انفراج، لكن انفراج مش كامل. مهمة جدا هاي المعلومة، يعني راح امشي بالاسياخ، انا ماشي بالسرداب راح معي شمال يمين شمال يمين الى اخره، وصلت النقطة هاي اللي احنا بنحكي عنها، لان الاسياخ راح يعملوا معي انفراج، لكن انفراج بهذا الشكل يا اخوان، بهذا الشكل هيها عشان يبين معه، بهذا الشكل راح يعمل معي، تمام؟ هاي النهاية. الان اذا بطلع من هون مجرد ما يعمل معي هيك بحط خط، ماشي؟ اذا بطلع من هون بالاتجاه الاول راح يعكسوا معي الاسياخ ويرجعوا لورا بهذا الشكل، تمام؟ يعني نقطة تحديد بوابة السرداب هي نقطة انفراج مش كامل بهذا الشكل، تمام؟ بس إذا بطلع من السرداب راح يسكر معي بهذا الشكل يا اخوان، راح يكون معي الاسياخ بهذا الشكل، تمام؟ هاي نعرف البوابة فيها. طبعا دائما البوابة بنلاقي عندها مثلا صخور متراكمة، او حاطين صخور كثير، حاطين عليها اشارة والى اخره، بنكون احنا هيك متأكدين 100% من السرداب انه صحيح او مش صحيح، تمام؟ حددنا طبعا في الثلاث فيديوهات اللي حكينا عنها، حددنا اذا كان في عندنا فراغ كيف نعرف الفراغ، وكيف نعرف شو هو الفراغ هذا الموجود، حددنا اذا كان في معدن كيف بلاقي المعدن الموجود، حددنا اذا كان في عمق كيف بلاقي العمق الموجود، حددنا اذا الفراغ
كان بده بوابه، له بوابه، كيف بنحدد البوابه؟ حددنا اذا كان في سرداب كيف بدنا نحدد السرداب، وكيف بدنا نوصل لنتيجه السرداب الصحيحه مليون بالميه. تمام؟ عندي تحديد كامل. طبعا الفحص هذا عاده هو باخذ اكثر من 3 ساعات، ماشي؟ لكن احنا في الفيديو هذا بنحطه مثلا بشكل بسيط، يعني بشكل مبسط، ماشي؟ عشان يبين معانا انه حد الفيديو بقدرش احطه مثلا اكثر من 15 20 دقيقه، تمام؟ فبقدرش اجي افحص كل هذا الفحص اللي موجود، بس بفحصه على ارض الواقع. اذا انا كنت طالع ميداني مثلا بفحص على ارض الواقع وبعرف اذا هون في سرداب او لا، لكن مع الخبره ومع الاحترافيه، يعني انت بس توصل لمرحله في الاحترافيه راح يكون عندك سهل تحديد كل هاي الامور اللي انت شايفها. تمام؟ اليوم حكينا عنها بشكل نظري، طبعا هذا الفيديو الثالث احنا راح ينزل لانه قطع معي الفيديو، فهذا الفيديو الثالث اللي راح ينزل، تمام؟ وكل المعلومات اللي شفتوها هون هي اللي بنحكي عنها في المباشر او في اي مباشر موجود او في ارض الواقع او الى اخره، لكن هون بشكل نظري، هناك بنحكي عنها بشكل عملي. ماشي؟ نقدر نحدد بالشكل الصحيح المعدن اذا كان صحيح او غير صحيح، السرداب او الى الفراغ او الى اخره، بنقدر نحدده بطريقه صحيحه مليون بالميه بدون تطعيم الاسياخ، بدون اي شيء. طبعا بالنسبه لتطعيم الاسياخ يا اخوان، سالت انا اكثر من مره تطعيم الاسياخ، تطعيم الاسياخ. هسه عندي انا سيخ موجود هون، عندي قطب الاقطاب، هاي الاقطاب، هاي هون عندي شمال، عندي هون جنوب. القطب الشمالي القطب الجنوبي في الاسياخ في اي معدن موجود، احنا في الكره الارضيه في عندنا قطب شمالي وقطب جنوبي، لان السيخ له قطب شمالي وقطب جنوبي. اذا اجيت حطيت هنا، اذا اجيت حطيت هنا مغناطيس واحد راح اعكس الشمال لجنوب والجنوب لشمال، تمام؟ يعني راح يعكس معي كل الشغل هذا اللي شفتوه راح يعكس معي. الان اذا اجيت حطيت مغناطيس ثاني راح يرجع الشمال شمال والجنوب جنوب. اذا اجيت حطيت مغناطيس ثالث، ماشي، راح يعكس معي، رابع راح يرجع شمال جنوب، خامس، واللي بحطوا 5 مغناطيسات، تمام، بنحكي لهم هالمعلومة هاي، بنقول لهم انتوا غلط، تمام، لانه المغناطيس الخامس راح يرجع، ماشي، يعكس معي من الشمال يحطوا جنوب هنا وهنا يحطوا شمال، فراح يكون معي خطأ تحديد مليون بالمية خطأ، لا بيحدد معك بهالطريقة هاي فراغ ولا بيحدد معك معدن، تمام؟ بدك تحط 6 بعدين 7 8 9 10 10 مغناطيسات، راح يكون السيخ أصلا ثقيل جدا، صار معك ثقيل وكان الفحص عليه أصلا مش راح يزبط ولا إيش راح يزبط. فإحنا بنلغي موضوع إن إحنا بدنا نعكس القطبية، ما أعرفش ليش أنا بيعكسوها لكن هم بيعكسوها، فإحنا بنلغي موضوع نعكس القطبية وبنشتغل على السيخ المجرد وبنشتغل على الطريقة اللي حكيناها بدون وجود مغناطيسات، تمام؟ نأخذ القطبية الطبيعية اللي موجودة في الأرض، تمام؟ عندي شمال، تمام؟ عندي جنوب، بنأخذ القطبية الطبيعية اللي موجودة في الأرض، ما بنخربط القطبية، لأنه الأقطاب الموجودة بالنسبة لتردد الذهب أو بالنسبة لتردد السيخ أو بالنسبة لتردد الكرة الأرضية هو نفس الأقطاب. فإذا أنا بدي أحط مغناطيسات راح أخربطهم، ماشي، وراح بدل ما هو يعطيني على ذهب، ماشي، راح يعكس معي وراح يوديني على الذهب مكان ثاني، راح يمسك على الهالة وما راح يمسك على المعدن الصحيح مليون بالمية. إذا حكينا في 3 فيديوهات يا إخوان، مهمة جدا هاي 3 فيديوهات. مش راح نحكي بعديها بالمرة على موضوع الأسياخ وتحديد الأعماق وتحديد الهاي، عندنا مرجعية، صار 3 فيديوهات مدتهم طويلة، لكن إن شاء الله أنهم فيهم فايدة لأي سؤال ممكن أنه يجينا بعديها، أنه كيف بدي أحدد العمق وكيف بدي أحدد السرداب وكيف بدي أحدد البوابة وكيف بدي أحدد مش عارف إيش وإلى آخره، تمام؟ جمعناهم في فيديو واحد لكن قطع الفيديو، فاضطرينا ننزلهم 3 فيديوهات. طبعا اللي مش مشترك في القناة يا اخوان يشترك في القناة، يفعل الجرس، ماشي، لانه المعلومات هاي برضو احنا بنطبقها في ارض الواقع ويعني ارض الميدان، تمام؟ والمعلومات هاي سهل اليوم انك انت تشتغل عليها كشخص عادي مبتدئ على الاسياخ، تمام، لكن تستخدمهم بالطريقة الصحيحة بتوصل لنتيجة، وان شاء الله الله برزقك وبرزق الجميع وكل اللي بيشاهدوا هذا الفيديو هذا، ان شاء الله الله برزقهم يا اخوان، ماشي، بتوصل معنا لنتيجة صحيحة وبتوصل لهدفك اللي انت اصلا طالع علشانه. انت مش طالع علشان تدور فراغ ولا طالع علشان، ماشي، تضحك على حالك، ماشي، او تجيب واحد يضحك عليك. انت طالع تحدد هدف الك، هدفك هو انك انت تطلع المعدن من الارض، ماشي، وتستفيد فيه، ماشي. وبالنهاية احنا هي كلها دروس مجانية، يعني
بستفيد منها انت واشتغل عليها، وما في داعي لا تجيب روحاني ولا في داعي تجيب واحد تفحص لك ولا تجيب اجهزه ولا تجيب مش عارف ايش. تمام، تقدر تشتغلها كلها لحالك ماشي، بدون ما حد يعرف انك انت بتشتغلها كويس، بدون ما تفضح حالك يعني كل شوي حكي مع واحد قايل له تعال افحص لي وهذا يقول له انت مش عارف ايش. موضوع الاشارات موضوع عظيم يعني، هذاك موضوع كبير جدا ماشي، مش كل الناس لها معلومات في الاشارات صحيحه تمام، او بتقدر توصل لنتيجه بالاشاره بدون فحص الاسياخ او الى اخره. في هذا علم ما لهوش علاقه في علم الاسياخ، علم الاسياخ بيختلف اختلاف كامل. اذا كانت عندك علم الاسياخ لوحده فهو كفايه تمام، تحديد معدن وتحديد شغل. احنا بنحكي الاشارات اذا كنا بنبحث عن اثار او بنبحث، طبعا احنا ما بنبحث عن اثار ولا عن شيء تمام، اذا كنا بنبحث عن اثار فبيهمنا علم الاشاره اكثر من علم الاسياخ، لانه علم الاشاره بيحدد لي هنا وجود مدفن، بيحدد لي هنا وجود مقبره، بيحدد لي هنا كذا، بيحدد لي هنا كذا، فانا بكون عارف على ايش نازل تمام. لكن انت في منطقه زراعيه او في منطقه جبليه بس مش عارف كيف بدك تحدد انه هون شو فيه ماشي، بتشتغل على النظام اللي حكينا عنه الاسياخ هذولا. نظام بسيط جدا يا اخوان، سهل، وان شاء الله المعلومه وصلت للجميع، وان شاء الله انه الجميع يستفاد منها يا اخوان. ولا تنسونا من اللايكات يا اخوان والاشتراك والذي منه، وشكرا لكم للمتابعه واهلا وسهلا فيكم.